السيد الوزير، السيد الجوان، السيد الوزير بحضور الكريم، وتدخل ديالي حول تدخل الجهه في هذه المنظومه هذه. انا احب ان يكون تدخل الجهه، الشكر يكون دائما في العنصر البشري، التوظيف عبر التقاعد، التعاقد، لان العنصر البشري هو الاليه المهمه المحوريه لنجاح كل منظومه صحيه. لا يعقل المستشفى في اليات كبيره اللي كدير مليار ونص، فيه سكانر اللي كدير 800 مليون، وفيه فرملي واحد زعما فرملي بصح مكون واحد مستشار طبيب واحد، وفي 65 فرمليات اللي غير ستاجير شيء مش معقول في الوقت اللي كل جهه تدخل تضيف العنصر البشري. النقطه الثانيه ديال السيد الساده الحضور الكريم، النقطه حول طبعا نقص الطاقه الاستيعابيه. انا كنظن بان ماشي نقص الطاقه الاستيعابيه ولكن عدم توازن الطاقه. لا يعقل ديما المستشفى ديالها كتفوت 100% في الاستيعاب ديالها، اكثر من 100% المستشفى ديال بنبلاد، بينما خنيفره، زاويه الشيخ، تاجله، قيب صالح، سوق السد، ازيلات، دمنات لا تتجاوز 25 26 27%. النقطه الثالثه، النقطه الثالثه العالم القهوي، العالم القهوي خصوصا عالم جبل، عالم جبل هذا الصيف ما كاينش مشكل بزاف، ولكن في الشتاء الناس كيعاني واحد معاناه كبيره جدا. ولعل طبعا سيدنا اللي كيصيفط المستشفيات العسكريه هو حل ناجح جدا، واتمنى ان تكون هناك مستشفيات ديالكم ديال وزاره الصحه في المناطق اللي كيوصل هذا الشيء، لان الناس كيبقاو علاش هنا وعلاش هنا. النقطه الاخيره طبعا، ولا يعقل طبعا المستشفى ديال بنبلاد لا يعقل قصحوا فيه، لان المستشفى عنده 65 عام وكلهم راه اصلاحات. كل واحد العام راه كان واحد البروغرام ديال دي اف جي اس اس اللي حصلت واحد المظاهر كبيره، وكيبقى دايما وسط المدينه وكيبقى دايما داكشي مسؤول عليه. اذا كنتمنى باش واحد المستشفى محترم ومحترم للجميع يكون برا على جوج كيلومترات ولا ثلاثه اللي غادي ان باركينغ الى اخره. واخيرا طبعا اظن صوت السيد الوليد اللي قال هذه الاصلاحات والانجازات غير قابله للتاجيل ولا التقشف. شكرا لكم.